الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة على السجادات التي تحوي تطريزا لصورة الكعبة؟ الحمد لله، لا أرى في ذلك حرجا، ولا يعتبر ذلك داخلا في إهانة الكعبة، ولا ينبغي لنا أن نتنطع بالسؤال عن مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. ولا ينبغي لنا أن يحملنا الورع البارد السامج على أن نمنع الناس من هذا الأمر، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.